خلينا أخذ كمان مكالمة. أهلا وسهلا أخ زيتوني. زيتوني معنا من تونس، تفضل أخ زيتوني. ألو عسلامة دكتور نزار. أهلا وسهلا بك، تفضل حبيبي. ومرحبا بالضيف نتاعك أخي نزار. شكرا جزيلا. شكرا. بالله يا دكتور نزار، توا الدكتور يقول اللي عندما أتت السامرية قال مغفورة الخطايات، أي خطاياك، أي أن يسوع يغفر الخطايا. لماذا لم يغفر خطايا آدم عندما مدت حواء أعطت له الثمرة وأكل منها؟ لماذا لم يغفر له خطايا أولا؟ ثانيا بالله تكون وأنتم متمثل، نحن دائما تدخلون المسلمون في حواركم. بالله عندما نحن نعلم بأن الله قدوس، هو الدكتور تكلم هذا نبي وهذا، نعم أنه نبي، نعم وقالوا أنه نبي، لم يقولوا ولم يقول أنه الله، ولكن بالله المتمسكون القدوس والله، أي نعم الله قدوس، نحن نعلم أن الله قدوس، نعم هذا القدوس الإله القدوس المرسل أنبياء مجرمة، ألا يعلم أن سيقتل، ألا يعلم بأن لوط سيزني، ألا يعلم بأن لوط ماذا سيزني، ألا يعلم أن ثالثا بالله الدكتور يتكلم وفعل هذه المعجزات وأحيا الموتى وما ما شاء علم، لماذا تكون التلاميذ وهربوا؟ لماذا يهود الاسخريوطي باعوا بثلاثين من بلد؟ لماذا بطرس انكروا ثلاثين؟ طيب اخوي زيتوني، اخ زيتوني وصلت فكرتك، بس يعني خليني اذكرك بشيء مهم زيتوني. احنا لما تكلم انه هربوا، المسيح تنبأ عن هروبهم، لكن ما تنساش الشطر الثاني، لما المسيح بعد القيامة ظهر للتلاميذ، واحد مثل بطرس بيتكلم في عزة واحدة 3000 نفس رجعت للرب. فأنت يعني ما تحط الأقوال، إحنا شو منقول وتعطي نص القول، لازم أنت يعني إحنا عم نتكلم بإشي متكامل، عم نحكي شو صار، شو المسيح تنبأ، وليه المسيح أعظم من نبي، وعم نعطي أمثلة في هذا الموضوع مش هجوما. وعلى فكرة يعني تذكرت بالنسبة للمسلمين، صدقني أخ زيتوني أنا بحط مقال صغير في الفيسبوك، يعني بتشوف الآلاف وبفوت يعني مئات الآلاف على الصفحات عنا، الأغلبية الساحقة أكثر من 80% من المسلمين، وللأسف يعني كلها هجوم من غير الشرح. مثلا أنا بقول المسيح نبي أو أعظم من نبي للأسباب التالي، 1 2 3 4، المسيح هو الشخص الوحيد الكامل بلا خطية للأسباب التالي، 1. لكن اللي بلاحظ الهجوم هو كلمات، رمي كلمات من غير الشرح. يعني لما بتقول نبي لازم تشرح لي ليش نبي، شو المواصفات النبوة الحقيقية وهكذا. لكن ابقى معي، خلينا نرد على الأسئلة اللي طرحتها أخ زيتون. المسيح غفر للسامرية والمرأة الخاطئة، مغفورة لك خطاياك، ليش ما غفر لحواء مباشرة أو لآدم طبعا لما أخذ الثمرة، وشو ما كانت تكون تفاحة ولا غير تفاحة، ليه ما غفر لها بنفس اللحظة؟ مين قال انه ما غفرش؟ مين قال؟ هل الكتاب قال انه لم يغفر؟ في الحقيقة لو كان لم يغفر كان ينبغي ان يموت آدم وحواء فورا، لكنه عمل شيئا، لانه مختلف. قال موتا تموتا، يوم تأكلان منها موتا تموتا. اللي حصل ان الرب له المجد قدم ذبيحة، مش كده؟ نعم. وكسى آدم وامرأته من جلد الذبيحة. طيب بس برضو الذبيحة الحيوانية هل ممكن أنها ترضي الله وتكفر عن الخطية إطلاقا؟ ما الذي حدث عندما ذهب المسيح إلى الصليب؟ حمل إثم آدم وحواء، وحمل إثم المرأة الخاطئة بتاعت لقى 7، وحمل إثمي وإثمك وإثم كل التائبين المؤمنين به. المسيح حمل، لماذا المسيح لماذا مات؟ هل لأنهم صلبوه فمات؟ لا، ما حدش ياخدها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. فالمسيح مات والرب وضع عليه
إثم جميع. فكل التائبين واللي خلصوا في العهد القديم أو اللي بيخلصوا الآن أو اللي هيخلصوا بكرة، كل دول المسيح حمل خطايا. وأي إنسان من أي خلفية من أي باك جراوند لو جه للمسيح بخطايا، يا رب أنا خاطي وبعترف بالخطية وأرجوك أنك تغفر لي خطاياي، الرب يغفر ولا ما يغفرش؟ يغفر 100% هيغفر. فالله كفرته تكفي كل العالم. نعم. لكن السؤال، هل كل العالم يؤمن بالمسيح أم لا؟ لا طبعا مش كل العالم يؤمن بالمسيح، مع أنه كفرته لكل العالم. مع أنه كفرته لكل العالم. هو طبعا لما طبعا الكتاب يقول أنه غفر للسامرية، أيوة، وغفر للمرأة الخاطئة. أنت مثل ما بتتكلم على أساس الذبيحة، أنه المسيح رايح الصليب. صحيح. يعني مش بس يعني مش قوله بس كن فيكون، يعني لأنه لا. هذا مهم جدا. أحبائنا كتير بيسيئوا هذا الفهم، أنه الله هو يعمل على كل شيء قدير، يعني فخلاص يعني أنا بغفر لك خلاص. يعني في أساس للغفران، يعني حتى لو طلع كدام ما فيش مشكلة، يعني يقول لأجرة الخطية يموت وبعدين يسحبها ويلحسها، ما جراش حاجة. لا حاشة، لا. طبعا حاشة مليون مرة. طبعا